عسلامة. نقدم روحي فوالا حاتم قروي، مواطن تونسي، تولدت لهنا. لا مش في لاشوزيت، تولدت لهنا في كارتاج. منعرفش داير كيفاش تولدت في كارتاج، خاطر كي تجي تخمم فيها عام 72 بابا وامي كانوا يسكنوا في لافايات، ووقتها ما فماش حكايه سيزاريان اتسيتيرا. دونك امي جاها الحس وبابا عنده كهربا خرده، ما فهمتش علاش جابها لهنا الكارتاج باش ولدت. دونك سا فوزي 20 كيلومتر وقتها ليبوك، سيتي فماش لي اوتوروت لا حتشي، دونك سي ريسك كبير. ما فهمتش فما بورتون سبيتارات وقتها وكلينيكات في تونس. دونك تولدت لهنا في كارتاج. اي داير كي سمعت تيديكس كارتاج قالوا لي تجي، قلت لهم نجي، مسقط راسي نجي. اي سيتي مون لو بروميي شوك ايموسيونيل كو جي فيكو، معناها الولاده نتاعي. علاش؟ خاطر امي ولدتني لهنا في كارتاج، شميت لهوا نتاع كارتاج بوندون كيلكو زور، وبعد قالوا لي ديجاج. من عاش كان ذكركم في حكايه، واحد في كارتاج قالوا له ديجاج، سيتي موا. انا اول واحد بدا. كنت في كارتاج قالوا لي ديجاج، اي دوبي سا ما تروماتيزي. عشت طفوله صعيبه ياسر. طفوله صعيبه ياسر، بخلاف لو فات اني تولدت في كارتاج وقالوا لي ديجاج، بخلاف هذايا بابا كان professeur universitaire de littérature française du 18e siècle. معناها بابا يافي ان ديكالاج كبير ما بيني انا وبابا، عمرنا ما تفهمنا انا وبابا. بابا professeur de littérature professeur universitaire de littérature française du 18e siècle. شو ما تولى داير كي تسلو بابا تقول له شتخدم، يقول لك 18ميست. بالحق 18 معناها تقول دونتيست ولا حاجه، تكنيسيان في حاجه. نتذكر وقتها انا صغير ويحب يغرمني بالمطالعه بالليكتور سورتو ان فرونسي، كنت تعب. قال لي اقرا اقرا اقرا، شديت نهار كتاب قلت له هاني نقرا في زولا. قال لي يا زولا تو تو هذا 19 سيكل معناها تو تو، باش تفهموا الديكالاج الكبير ما بيني انا وبابا. اونتر تو امي زاده كانت استاذه بار كونتر في التعليم الثانوي نتاع تاريخ وجغرافيا. ايه دونك طفوله صعيبه. لو سول مويان دو ديستراكسيون كو جافي اني ندخل للبيرو نتاع بابا وامي. كي ندخل للبيرو نلقى على اليمين الكتب نتاع بابا مرصفين مسقف مسقف للقاع، وعلى اليسار الكتب تاع امي مرصفين زاده كيف كيف مسقف للقاع. باهي ندخل نجرب نشوف الكتب نتاع بابا، نلقى الكتاب مينيموم خشنو هكا والكتيبه جويده هكا. نتلفت على اليسار نلقى الكتب نتاع امي تبا اهون، فما شويه تصاور تاريخ وجغرافيا اتسيتيرا، فما هكا كيما الحكايه هذوما فهمتني، كيما الخريطه هذيا كارتاج اتسيتيرا. اي دونك تغرمت بالشيء اللي كان عند امي. دونك الكتب قعدت نورق، عديت طفوله وانا نورق في الكتب نتاع امي، وكنت نموت على الخرطات. كنت من خارطه الخارطه من خارطه الخارطه، عديت صغري كل من خارطه الخارطه. فما مغاربه لهنا، اش بيكم؟ فما واحد مغربي لهنا ضرت له بيزال الكلب. 10 ايام التالي كنت في المغرب يقولوا لي حاتيم، يا ودي حات كيما غادي يقولوا خارطه، لا يقولوا خارطه، خارطه مش خارطه. دونك عديت صغري وانا في الخرطات. داير تغرمت بالحق معناها سيريوزمون، هذا كل سي فيريديك سي ما في. دونك تغرمت بالخارطه نتاع تونس، ومن بعد وليت نعمل الخارطه نتاع شمال افريقيا، ومن بعد الخارطه نتاع الميديتيراني، الخارطه نتاع افريقيا، الخارطه نتاع الجزيره العربيه. فما قاره بار كونتر كو جو ميتريزي با تري بيان، مثلا اوروبا وصلت نعملها هكا، ايطاليا لابوت ايطاليان كنت موت عليها، بعد نعمل هكا ونطلع لاسبانيا هكا ونطلع البونتا تاع فرنسا ونكملها. بار كونتر اسيا كنت مقلقتني ياسر، خاطر اسيا ابار شبه الجزيره العربيه ومن بعد تهبط هكا وتعمل كتريونجل هذاك نتاع الهند فينو قحافين فوالا، تعمل التريونجل نتاع الهند ساهل ياسر، من بعد فما برشا فرد اللوطه. اندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، هذاك الكل جاريفي با، فما برشا دخلات وخرجات، سيتي تري ديفيسيل. بار كونتر فما قاره كانت تعجبني ياسر، اللي هي قاره امريكا. كي كبرت بديت نفهم قوه الامريكان،
خاطر تشوفوا انتوما كذبتوا في الامريك دي نور سورتو، شوفوا هكا كيفاش هكا معمول هكا بدن تورس تاع واحد يعرف في البودي بيلدينغ هكا وزر له هكا شورت الكندا ولالاسكا هكا عامله هكا وتهبط هكا لهنا بدن صحيح هنا هنا كندا لهنا امريكا ولهنا تضعف تولي لهنا شورت البنما هكا عندهم عندهم الكنال دي بنما برشا برشا ابدو برشا ابدو من بعد عاود تتحل تحل غادي فين فما السالسة والسامبا شيرت البرازيل غادي فما برشا فيبراسيون باهي مي بالوقت كبرت شويه وقت في الادوليسونس اتسيتيرا بديت نفهم اكثر قيمه الخرطات فهمت اللي فينالمون احلى خارطه في العالم هي تعطيني هذا هي خارطه تونس خارطه تونس احلى خارطه في العالم شو محلاها شفتوا محلاها مزيانة تفتق دونك عديت لادوليسونس تاعي كيك في الخرطات جوسكا ريفي وباك تاع بياسر دونك وصلت خديت الباك دايور ما نعرفش كيفاش تيلمون فاتيغي وصلت خديت الباك بعد الباك دونك حبيت نقول لكم جوست خاطر بيسكو اون ايتي انفيتي بور بارلي دو لوداس بروميير اكت دو داس كو جافي سيتي نتلف اصحابي اصحابي في الصلاع كانوا يقولوا لي اجا نخرج اجا نلعب قلت لهم لا عندي حاجات ما نعملهم سي فوالا الخرطات سيتي ما اي دايور كي تذكروا مليح انا مولود عام 72 دونك كي كنت نروح من المكتب التلفزه كانت تحل 5 تاع العشيه اوكي صافا كي نروح من المكتب ماضي ثلاثه من ثلاثه لخمسه تنجم تستنى اما كي تعدي سلاع جمعتين من الصباح تستنى حتى الخمسه تاع العشيه معناها سيتي دور مدة جمعتين تستنى في دونك سيتي سا ما باسيون باه خذيت الباك بعد ما خذيت الباك كنت بيان سور نتمنى اني نجي لهنا بيان سور كارتاج ما سقطراش مي بار كونتر القرعه هذيك اليد البريئه حرك 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 تف نعملوا هكا بوشوشه كمان معنى كي تخمم فيها سامبوليك كارتاج ليستوار لو بوفوار بوشوش سا رونفوا اوتر شوز مي ستنست فما جماعه اصلا من بوشوشه ولا هنا دونك عديت العامين الاولانيين ادابتاسيون صعيبه شويه البرومي سيكل اي مي سكي ما في سكي ما في هكا دخلني في الجو في بوشوشه انه دخلت لايسيك دوزيام اني في الدوزيام اني دخلت لايسيك كي دخلت لايسيك قلت جي ان بوت جي اون ايدي ديغيغ لا تيت قلت كي ندخل لايسيك لازمني نمشي نحقق هاك الحكايات اللي كنت نراهم وانا صغير في الخرطات دونك قلت خلينا نمشي كيلكو بار اي دونك بيسكو نرجع لكم بالذكريات كي كنت نروح ماضي ثلاثه من المكتب حتى للخمسه تاع العشيه نستنى في التلفزه التونسيه وقتاش تحل كنت وقتها نتفرج في الكرتوني انيماتي تاع الرايونو دونك عملت ثقافه بالطليان وليت نحكي شويه بالطليان كنت نتفرج في الديزانيمي دولتشي ريمي بيكولو كوميسي ومازينغا زيتا اتشيترا اتشيترا دونك فوالا فوالا مقصوصه شويه سي با غراف دونك خاطر حبيت الباركور من تونس لباليرمو سي با غراف دبرت ستاج في باليرمو ايسيك مشيت لو 15 جويي 94 جوسكو 15 سبتمبر 94 باهي donc l'italien était zeltab j'avais un italien parlé mais j'avais pas les outils d'écriture grammaire conjugaison etc donc كبست روحي شريت الكتاب هذاك apprendre l'italien en 90 jours قريته في ثلاث جمعات شارجيت روحي بالكدا وطلعت طولت ثنية بيان سور ما مشيتش هكاك تونس باليرمو مشيت تونس قليبيا قليبيا خذيت لها ليسكافو اسمها تراباني تراباني مشيت لباليرمو باليرمو بدت في الانجار عديت ليله كامله غادي من بعد حسيت عملت ستاج سامباتيك هو ستاج نتاعي انيسيالمون في ان اتابليسمون بوبليك سيسيليان اللي هو لوفيتشو دي لوبيرا اونيفرسيتاريا كما تقول عندنا نحن لوفيس دو لوفر اونيفرسيتير ريجيوني سيسيليان نتاع ولايه سيسيليا اي قعدت دونك جمعتين من 15 جويي جوسكا فان جويي في بيرو سي تري بيروقراتيك معايا زوج نساء واحده سمينه ياسر واحده ضعيفه ياسر تو تفهموا علاش الديتاي هذا مهم ياسر عملت جمعتين وبعد فديت قلت ما سايبتش تونس باش نشد اداره في سيسيليا وفرد مخ بريسك
ودايور هما وقت فان جويي جاي اوت اوت عندهم سيونس اونيك كيفنا نحن عندهم سيونس اونيك في سيسيليا مش في ايطاليا الكل في سيسيليا عندهم سيونس اونيك بريف نهارتها في البيريود هذيك كان بيت في فوايي فوايي ميكست بيان سور وقتها مازال كيف طاح المير دو برلان 89 وانا 94 جديده الحكايه وقتها في الفوايي ميكست اللي انا نسكن فيه في باليرمو يافي بوكو ديتيديونت من اوروب دو ليست تصيبت الامور جاوا من روسيا من بولونيا من تشيكوسلوفاكيا ريبوبليك تشيك ريبوبليك سلوفاك اكسيتيرا وتلاين بيان سور ما تعرفوهم تلاين كيفاش يخموا ديهم في كذا يجيو ديما في الليل هكا في اخر العشاء يجيو يسقسيو واش فما واش ما فماش في في الفوايي دونك كنا احنا نحلقوا احنا اللي نسكنوا غادي كنا نحلقوا على الدروج نتاع الفوايي شويه جيتار شويه درون فما شويه منين فما كتلين فما جي فما واحد تلياني نذكره بالكدا اسمه اليساندرو تشنتينارو عنده بورش عمره 33 سنه وقتها كبير وقتها على ليبوك يجي عنده بورش بيضا ديكابوتابل يجي يعمل ديراباجيت يحب يفولي امبرسيوني بون قصير شويه شعره بوكلي يحب فماشي فماشي واحده روس ولا بولونيز ولا حاجه في الاخر رسات له احكي معي انا Il n'avait pas de chance. Rassat le yakim aya mad li carte visite qali tabch takhdem commercial. Ana je vends un produit ismo Herbalife, a way of life. Hada Herbalife c'est un produit qui fait maigrir les gros. Donc quand le pourquoi pas, ana ça tombait bien puisque fadit mel stage fi l'idara al siqliya li kont fiha. Mais mon khodwa men youm troud dkhalt commercial ma عملت un petit stage. عطاوني ان تروك كيلبين ساك كبير مكتوب عليه فوي بيردري بيزو كيديمي كومي دونك سي فو فولي بيرد دو بوا دوموند ما كومون اوكي دونك سا سي مون دوزيام مون دوزيام اكت دوداس اني مشيت لايطاليا بور البلاد لغه جديده ثقافه جديده ايتترا اي جي ترافاي ان طونك كوميرسيال اي جي فوندو دو هيربالايف الو اول عباد خممت فيهم رجعت للبيرو اللي كنت نعمل فيه ستاج مشيت لكسمينه قلت لها عندي اون برودوتو نوفو سيمباتيكو ايتترا ايتترا حفظت الديسكور خاطر فما كاتر تروك لازمك تقولهم تشي سونو تري فاريتا فانيليا فراغولا كاكاو فاني فريز شوكولا ايتترا شخت المراه سمينه وشريت من عندي البرودوي او ميم طون خاطر البرودوي هذا يقول لك questo prodotto fa dimagrire i grassi ma i fa maigrir les gros vai faccade تخزر قلت لها anche questo prodotto fa ingrassare i magri en plus c'est fait l'argument de vente ma محطوط دونك زاد شريت الضيفه وسمينه شريو خرجت على روحي ضربت 25% دو كوميسيون على البيع هذيك بديت ما كارير كوميرسيال وقتها دونك بريف ما حبش نطول عليكم دونك c'était le commencement de ma carrière commerciale le radi روحت لتونس الشيخ بي اليساندرو تشنتينارو قال لي اذا باش يفتح تونس عبني باللي برودوي هيربالايف وصلنا البورت حلق الواد الديوانه فكوهم لي قالوا لي ما عندكش الرخص لحد شيء بريف رجعت تروزيام اني اي جي كملت كاتريم اني خذيت الماتريز دخلت نخدم في الفيبا فورين انفستمنت بروموشن ايجنسي اجنس دو بروموشن دي انفستيسمون اكستيريور لي بيان سور بلي انفستيسور ايطاليان بيسكو سايي وقتها وليت نجانك بالطليان بعد 6 شهور عيطوا لي لومباساد ايطالي قالوا لي تجيشي تخدم معنا في الكاميرا دي كوميرشو تونيزو ايطاليانا شوم دو كوميرس تونيزو ايطاليان قلت لهم اوكي وليت عام نخدم في شوم دو كوميرس تونيزو ايطاليان نطلع لايطاليا فوار سالون ايتترا شيخات ايتترا جوسكو جور ما تفهمتش انا عارف ايطالياني بور اون استوار دو مش لازم نقول لكم مي فو كومبروني بيان بيسكو لي ايطاليان ديهم في بون بريف خاطر يافي حاجه في الوسط ان توكا جي ديميسيوني ووف عملت ساكادو وعملت كل قحاف خذيت تسكر الطياره فين نطلع لا يزينا من ايطاليا امشي نطلع للامريك لاتين بنما وبعد بنما فما السالسا ميرينغي تشا 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 كوبا انا ما مشيتش افيك النيه هذه نيتي صافيه من الاول والله بالحق نيتي صافيه من الاول كي طلعت كوبا خاطر وقتها سيتي لو 30e anniversaire avec 98 عمري قداش 26 ans 98 نيتي صافيه ماشي سيتي لو 30e anniversaire de la mort du Che Guevara 30 سنه ملي توفى Che Guevara وانا جيتي ايدياليست على ليبوك et donc c'était pour ça قلت نمشي لغادي نعاود حياتي امي تبكي ماشي مصدقه اللي انا نهار اللي ماشي المطار امي تبكي تشد فيا وانا خارج قلت لها سي
باش نخرج من البلاد هذه بلاد كلبه يا اوكان ريسبي البنات يمشيو مع لي جي اتلين يستغلوا فينا الاخرين ايتترا تف خذيت طياره وطلعت لكوبا كوبا قلت باش نعاود حياتي مي سا سيتي مون ترويزيام اكت اوداسيو دون لا في بعد الخرطات وباليرمو دونك سيتي كوبا كوبا علاش خاطر بلاد بعيده ديجا بالنسبه لايطاليا اثنين بلاد فقيره بالنسبه لايطاليا ايطاليا في اوروبا بلاد كمان فما فلوس ثلاثه ماشي ما نعرفش باش نعمل بالحق ماشي سكتو قلت ماشي ما نعرفش معناها ما فهمتش علاش جاتني فكره باش نطلع كوبا خاطر اولا بلاد مش مغير فيزا فيها فيزا 30 دينار تاخذ فيزا نتاعك مي مشيت قلت خويا نمشي لغادي هكا جيتي ايدياليست دونك في كوبا جو فولي غوفير ما في دونك جيتي مشيت بنية صافي كما قلت لكم خلطت نص الليل المطار نلقى الجو ما فهمت شيء تك 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 في المطار كوكوتي بالمي تك تك سالسا مشيت في افريل كما تو وريت كباب واحده هكا لهنا الغادي لعبه اخرى باهي حسيلو sans entrer dans les détails الغادي ما تنجم تعيش كان بمايو ولا بشورت وشلاك ابو صباح ما تنجمش تلبس هكا امبوسيبل علاش الدنيا سخونه ياسر داير لا سول فوا اللي حبيت معناها قلت لك النيه طيبه ماشي باش نخدم نهار كبتيت الغادي وانا حاوس بيان سور الغادي اش عندي نعمل نحاوس ونعوم في البحر ونشطح دونك نهار نلقى افيش انساني مكتوب عليها بينيتون قلت هذوما تلاين لهنا في كوبا وانا نحكي ايطاليان خلينا نجرب حظي روحت للدار اللي كريتها خاطر كريت دار الغادي ايتاج دو فيلا تحت بواحد شيوبه كوبان دوريجين ليبانيز فرح بيا كي قال لي تونس قال لي بروفيرب وقتها لتو نذكر 98 لتو نذكر البروفيرب قال لي بالاسبانيول وانا ما نحكيش اسبانيول لما فهمتهم بعد قال لي لا فيدا اس كوم اون موهر سوريا على اوداسيوزو لا في اي كوم اون فام ال سوري اوز اوداسيو عجبتني ياسر الكلمه قادت لي في مخي دونك رجعت للدار وقتها نحوس لقيت بينيتور رجعت للدار نحيت المايو نتاعي لبست سروال وسوريه وصباط ومشيت للبينيتون 20 مينوت 20 مينوت دو مارش حتى البينيتون خلطت البينيتون مبلول خلطت مبلول البينيتون ياسر سخونه وأميد البلاد هذيك سامباتيك دايور خلات نلقى اون سكرتير تري سامباتيك جينيروز قلت لها عسلامة بالاسبانيول عسلامة جاوبتني عسلامة سلام سلام فوالا قلت لها انا نحب نشوف كان فما بوسيبيليتي باش نخدم معاكم قالت لي بون ديزولي عارف طلياني مش لهنا قلت لها عارف طلياني مش لهنا سي لوي كي برون لي ديسيزيون قالت لي وي قلت لها فينو قالت لي في ايطاليا قلت لها ما عندكش فكره وقتاش يرجع قالت لي ما عنديش فكره اوكي ميرسي بوكو خرجت 20 مينوت اخرين روحت للدار اللي كنت كاريها وصلت للدار معناها سي بون معناها سير بيير شو لقى الحوايج نتاعي رجعت لبست المايو نتاعي مشيت عملت غطسه باهي دونك سا سيتي ان ديفي بيان سور معناها قعدت ما قعدتش برشا فينالمون خاطر فات الفلوس روحت لتونس ديفي ولا اعطيني عاد فوالا فوالا الكاتريام اكت اوداسيو دون ما في سيتي لو تياتر علاش خاطر 2001 سبتمبر 2001 كنت نخدم دون اون غروند سوسيتي انفورماتيك ما تفهمتش انا عارف كي العاده جابني على برا كي جابني على برا بوندون دو سمان قعدت لوج على خدمه ما لقيتش خدمه يا اخي قلت اي نعمل ام تي فواياج على الانتيريور دو مومام خديت ان ليفر دو بسيكولوجي مكتوب عليه مكتوب التيتر عجبني كومون اتر سوا ميم توت اون ايتون افيك لي زوتر عجبتني الحكايه بديت نقرا نفركس اتسيتيرا نهار قاعد مع صحابي حطوا دي في دي نتاع فلاك قعدت نتفرج شيخ 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 حتى اللي شعلت اللمبوبه الحمراء كيما اللمبوبه الحمراء اللي قاعدين تشعلوا لي فيها توا باهي شعلت اللمبوبه الحمراء قلت سي بون يا يو ان مومون دو فيريتي ظهر لي يا اخي وقتها مشيت للتياترو قلت نحب نقابل توفيق جبالي قالوا لي اوكي اما هو اون ريونيون تحب تستنى اوكي استنيت ساعتين هبط لي بعد ساعتين حكيت معه ساعتين قلت له راني ما عندي حتى اكسبيريونس في المسرح ما قريتش مسرح اما عندي لهنا ان انتيم كونفيكسيون اللي جو بو فير كيك شوز سور سين قال لي اوكي نجرب واش خسر بعد ساعتين بيان سور انا نقرا فيه دونك طلعني سور سين يافي هكا كيما تقول انت اون سور دو جوري يافي توفيق جبالي كامل تواتي روف بن عمر اون اور وانا
نجرب في حاجة. كل مرة يقولوا لي هاي تراه جرب هذي تراه جرب هذي تراه جرب. بعد ساعة روف بن عمر قال لي لو بلو ني با سي بلو كو سا رونديفو ا دومان. ومن وقتها بديت مدة أربع شهور وأنا نبرف كل يوم في مسرحية جديدة اسمها هنا تونس. أنا ما كملتش، مش هما اللي جابوني على برا، أنا خرجت خاطر سيتي ديفيسيل دو فيفغ افيك لو تياتر. قعدت لي الفروستراسيون، خدمت كوميرسيال دون بليزيور سوسيتي، قعدت لي الفروستراسيون ماشي وتكبر. عملت ان اتولي دو تياتر دون اون مولتي ناسيونال كيما قالت زينب، ان اوبيراتور دو تيليفوني موبيل، مي كوميم ما وصلناش باش نعملوا اون بيس دو تياتر. دونك الفروستراسيون زادت كبرت زادت كبرت، حتى لين نهار فما اون امي مدت لي ان سي دي تري سمباتيك تاع غران كور مالاد. سمعت سي دي هذايا، عديت اون بوكل بور لا بروميير فوا في حياتي نسمع في سي دي ان مورسو اللي التكست عنده قيمه اكثر من الموسيقى. اول مره خاطر مستنسين الموسيقى هي الكل، وتكست حبيبي يا ليل حبيبي يا ليل ديما حكايه نابورت كوا، والموسيقى هي الكل. دونك كلكو مو ابري نلقى روحي نكتب في السلام. اي لو 1 مارس 2008 جي في مون بروميير سبيكتاكل، اول مره نطلع سور سين سيتي لو سبيكتاكل السلام عليكم. Donc ça, c'était mon cinquième acte audacieux dans ma vie. Nat la sur scène pour la première fois avec un genre artistique jdid, il est le slam. Et le spectacle, Meloul, il était entièrement en français. Khater, j'étais inspiré par Grand Corps Malade devant un public tunisien. Le spectacle a réussi. Khdemna men 2008 hatta 2011, 3 ans, 100 spectacles à travers toute la Tunisie. En bas de l'islam, ou la kelma ma'roufa, amalt un autre spectacle en janvier 2012 jusqu'à juin 2013 avec Sabri Mesbeh, un spectacle d'islam ismo Kif Kif. Mais pour finir en 2013 finalement avec un spectacle, une prestation, pas un spectacle, de 10 minutes à l'Olympia de Paris le 10 juin dernier. Voilà, ça c'était mes 5 décisions audacieuses dans la vie. J'aurais voulu parler un peu plus de la Tunisie, mais bon, je pense que le temps est fini. Merci pour votre attention et à très bientôt.